ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الثور ليوم الخميس 21 يوليو تموز 2022. اليوم ممكن يكون الحال خيالك كبير، ممكن يكون عندك خصم النهاردة واضح، ممكن يكون عندك رأي حول كل حاجة من غير معرفة كل ده، ممكن ده كله يؤدي لمواقف كتيرة بتبقى بتؤلمك لحد ما. هيؤدي بده بكل سهولة لإجهاد عقلي بالنسبة ليك. هتمهد ليك كل من الأرباح والخسائر طريقتك النهاردة في وقت واحد. ممكن تشعر بشوية ملل بسهولة في يومك ده، ممكن تظهر عليك مشاكل كتيرة في عينيك هتأثر عليك بشدة جدا. ممكن لكل المشاكل النهاردة إنها تستحوذ عليك، هينشأ صراع بين حبك للحياة وحبك لنفسك. ما تنفقش زيادة عن اللزوم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج الثور الترابي العنيد. ده يوم هيعتبر كويس جدا للتواصل مع كل احتياجاتنا للراحة والقدرة على التنبؤ أكتر. هيتماشى القمر النهاردة مع المريخ خاصة في منتصف النهار لليوم ده. هنكون على استعداد كبير علشان نبذل شوية من القوة اللي هنكون محتاجينها علشان نعرف نحقق كل أهدافنا. بيشكل كوكب المشتري وزحل شبه مربع في اليوم ده، خاصة لما نبقى بنفكر بشكل كبير أكتر، خاصة لو كانت عندنا حتى رغبة في إننا نتوسع أكتر. هيكون من خلالها بنواجه عقبات كتيرة هنحتاج إننا نواجهها في واقعنا. هيكون في بعض الهيكلة في حياتنا وأهدافنا وأعمالنا في محلها. مفيش حاجة تعتبر سهلة النهاردة، احنا بحاجة بس اننا نتواصل في العمل الجاد ممكن من خلاله نحقق تقدم كبير، حتى لو كان في نوبات وبدايات صغيرة. من الافضل اننا نبث حياة جديدة في خطط كتيرة تعتبر قديمة، بدل ما اننا نشعر في خطة جديدة. تمام، ممكن نبقى بنراقب تمدد كبير يعتبر مفرط عندنا، هيمكننا من اننا نحبط نفسنا اكتر. ممكن تتعارض اهدافنا الاجتماعية والشخصية في الوقت ده مع كل اللي بيتطلبوا مننا التعديلات. في المرة الاولى هيبقى في عمليات عبور كتيرة لحد يوم الاثنين 21 سبتمبر 2022 21 مارس 2023.